شيخ، هذا سائل يقول: ما طريقة التعامل مع العالم الذي وقع في خطأ من أصول العقيدة كمسائل؟ مع أحسن الله إليكم، يقول: ما هي طريقة التعامل مع العالم الذي وقع في خطأ من أصول العقيدة؟ أبين له هذا الخطأ، ينبه عليه، ربما يكون أنه غافل وإلا ناسي وإلا، يبين له هذا. نعم.